دافيد بينادورانتوس فنان إسباني ينحدر من عائلة غجرية توارثت حب الفلامينكو جيلا بعد جيل. فالموسيقى عموما لدى عائلة بينادورانتوس هي إرث يتناقله الأبناء عن الآباء منذ عقود طويلة. دافيد وقع في عشق آلة البيانو منذ أن كان عمره 10 سنوات، رغم أن هذه الآلة لا ترتبط عادة بموسيقى الفلامينكو. نلاحظ من خلال هذه الصور أن حياتنا ارتبطت بالفلامينكو. هذه الصور تروي بعضا من تاريخ الفلامينكو، أليس كذلك؟ صور بالأبيض والأسود، هل لك أن تحدثني أكثر عن هذه الصور؟ نعم، هذه جدتي لا بيريتا، وهي مغنية فلامينكو كبيرة. هذا أبي بصدد العزف على آلة الجيتار. هذه الصورة هنا معبرة جدا. هذا أنا عندما كنت طفلا بين أحضان خالي فيسنتي، أحد زعماء الغجر في إسبانيا. ترين هنا كيف نتعلم نحن الغجر الفلامينكو منذ نعومة أظفارنا. الفلامينكو بات فنا له مكانته ليس فقط في إسبانيا وإنما في العالم أجمع أيضا. فبكل تأكيد ساهم الفلامينكو في التعريف بإسبانيا في العالم، ولكن بالنسبة لي فشعبية الفلامينكو وانتشاره تتجلى أكثر في خصوصيات الفلامينكو في حد ذاته. فعبر هذه الموسيقى وبواسطتها نستطيع التعبير عن كل ما يخالج أنفسنا من شعور وأحاسيس مهما اختلفت وتنوعت. نشوة الفرح وآلام النضال ضد التمييز الذي يعاني منه شعبنا مثلا. بالنسبة لنا الفلامينكو هو وسيلة للتعبير، فعندما تستمع مثلا إلى أحد الأشقاء يدندن بأغنية بول رياس أو سولياس، فاعلم أنه يريد أن يقول لك شيئا ما. للفلامينكو قوة تأثير رهيبة تجعل كل من يستمع إليه يتمايل على أنغامه رغما عنه. موسيقى الفلامينكو الأندلسية مثلا لها نقاط التقاء عديدة مع موسيقى غجري فرنسا أو غجري أوروبا الشرقية. إنها روح هذه الموسيقى الأصلية. قد تأخذ أشكالا مختلفة باختلاف الزمان والمكان، ولكن الروح هي نفسها أينما ذهبت. الهدف هو أن يجد كل شخص مكانه، فنحن جميعا مثل اللغز الكبير، ولكن يكفي أن نجمع قطعه المتناثرة حتى نجد له معنى ونتمكن بذلك من فهمه. علينا أن نجتمع لا أن نفترق، وأتمنى أن نصل إلى درجة من الوعي تجعلنا نحترم بعضنا البعض، وأن نجد طريقا إلى التفاهم رغم اختلافنا، أن نكون قادرين على تحليل الأشياء بعمق وترو، وأن تكون لنا القدرة على قبول الآخر وتفهمه. هذا أنطونيو ميديرا بصدد الغناء والعزف على آلة الجيتار. أبي كان عازف الجيتار الأول لميديرا وكان يغني أيضا، وقد نجح في تسجيل ألبوم غنائي. دافيد تسلم المشعل عن والده، تزوج بإسبانية، وهما يربيان أطفالهما على مبدأ احترام جميع الثقافات رغم اختلافها. أعتقد أن الاختلاط العرقي هو مستقبل البشرية. فأطفالي مثلا لديهم فلسفتان مختلفتان للحياة، تلك التي يأخذونها عني وتلك التي يأخذونها عن والدتهم. إنه ثراء روحي وثقافي لا محدود، فأن تتكلم لغتين أفضل بكثير من أن تتكلم لغة واحدة، ولكن الأهم من كل ذلك هو أن نظرتهم للحياة تصبح أكثر عمقا وأكثر ثراء. لذلك أنا على يقين أن الاختلاط العرقي هو مستقبل البشرية جمعاً.